السلام عليكم، معكم مهند. اليوم في هذا الفيديو راح اقدم لكم اسباب ارتفاع درجات حرارة الكمبيوتر وكيف بنقدر احنا نحل هذه المشكلة وكيف احنا بنقدر نشوف درجات الحرارة عن طريق البرامج. هنالك اربع اسباب تخلي درجة حرارة الكمبيوتر ترتفع. السبب الاول انك انت تكون حاط قطعة قماش او سجاد تحت الكيسة، فما بيكون في مجال التهوية من تحت. السبب الثاني هي الكيسة نفسها وتوزيع المراوح فيها. السبب الثالث نظافة الكيسة. الأشخاص اللي ساكنين في أماكن فيها رمل وعواصف رملية والأشياء هاي والأماكن فيها غبرة بيعانوا من هاي المشكلة كثير، فلازم تنظف الجهاز بشكل دوري. طبعا رح نزل لكم مقاطع كيف تقدر تنظف جهازك بدون ما تخرب أي شيء وبسهولة كبيرة، يعني ما فيها أي غلبة. السبب الرابع والسبب الأهم اللي أنا يعني كنت أعاني منه بشكل كبير وهي مروحة المعالج. مروحة المعالج يا إخوان، الانتل ستوك، المروحة اللي بتيجي من الشركة نفسها، طبعا هي من أسوأ المراوح. بتمنى يعني اللي عنده معالج قوي نسبيا إنك تشتري لك مروحة عمودية أو تحط لك تبريد معي. طبعا الآن ننتقل إلى كيف أنت بتقدر تقيس درجات الحرارة وتشوف درجات الحرارة عندك. الطريقة الأولى واللي أغلب الناس ما بتفضلها وهي البيوس. البيوس يا جماعة الخير الناس ما بتفضله لأنه بدك تعمل ريستارت للجهاز، أو في بعض الناس بتخاف لأنه ما بتعرف فيه، فبتخاف تدخل تكبس إشي غلط فتخرب جهازها وتجيب العيد. فإحنا ما بدنا البيوس، احنا بنستخدم البرامج. الطريقة الثانية هي البرامج، مثل عندك الافتر بيرنر، برنامج ممتاز جدا انا بستخدمه شخصيا، بتشوف الحرارة وامورك ممتازة يعني، وتقدر تقيس من خلاله الالعاب، الاداء بالالعاب وكيف ترتفع درجة الحرارة بالجيمينج والى اخره من هذه الامور. الان ننتقل الى حلول المشاكل. حلول هذه المشاكل ببساطة ما تعمل الأسباب اللي قلت لك عنها. طبعا هذا الفيديو راح نقول لكم عن الأسباب الرئيسية البسيطة، لكن في فيديو آخر راح نتكلم بشكل مفصل عن أسباب متقدمة شوي. في الفيديو الجاي لازم تكون مركز معنا بالفيديو عشان تفهم كويس شو بدنا نعمل. طبعا ما شفت كثير ناس نزلة عن الموضوع في اليوتيوب، لهيك أنا جاي أنزل لكم إياه، أنزلكم إياه يعني في المقطع القادم. بالبداية ما تحط أي قطعة قماش أو أي شيء تحت الكيسة عشان تخلي له مجال للتهوية. ثانيا البيئة المحيطة بالغرفة، حاول ما تخلي وسخ، كاسات كذا حوالين الكيسة أو أي شيء، باكيت فاين، باكيت كرتون، أي شيء ما تخلي أي شيء حوالين الكيسة، فأنت يعني عشان تحافظ على البيئة اللي حواليه ويكون التهوية ممتازة. ثالثا حاول غير مروحة المعالج، يعني حاول غير مروحة المعالج، هاي ضرورية جدا. إذا كان معالجك قوي وأنت أصلا بتستخدم برامج مثل المونتاج وغيرها من البرامج الأخرى، يعني بنصحك تحط تبريد مائي، راح يفرق معك كثير كثير كثير. راح يفرق تبريد المائي، راح يفرق كثير معك إذا أنت حطيت تبريد. طبعا يا جماعة الخير إحنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أنت وصلت لهون أنت من المتابعين الفريدين، بتمنى إنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. أشوفكم على خير في فيديو آخر.